السلام عليكم عزيزاتي، كنتمنى تكونوا بألف خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله نقدم لكم طريقة تحضير الكوكيز بطريقة سهلة وبمذاق رائع بزاف. ندوزو المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير اللي غنحتاج لتحضير الكوكيز خاص بالأطفال، غادي نحتاج عندي هنايا ساشي ديال الفاني وقبيصه ديال الملح، عندي هنايا كاس ديال الزبده مذابه، جوج معالق كبار ديال البراليني، وهنا عندي الشوكولاته حبوبات الشوكولا الخاصه بالكوكيز تقريبا جوج معالق كبار، وعندي هنا كاس ديال سنيده ما عامرش تقريبا كاس لاروب حيت البراليني ديجا فيه الحلاوه. الا ما كنتوش غتستعملوا البراليني كديروا كاس عامر ديال السكر، يا اما السكر البني الا توفر عندكم ولا السكر العادي. عندي هنا جوج كيسان ونص ديال الدقيق الابيض وجوج بيضات فقط. هذه هي المكونات اللي غنحتاج لتحضير الكوكيز. كناخد هذا الاناء، غادي نضيف الكاس ديال الزبده المذابه، غادي نضيف السكر، نقص شويه حيت خفت لا يجيني حلو بزاف مع البراليني. ومن بعد غنحرك مزيان الزبده وسنيده، غادي نضيف الفاني، الملح، غادي نضيف البيض. من بعد ما ضفت البيض نخلط مزيان. دابا غادي نزيد البراليني، هنا درت جوج معالق كبار ديال البراليني، وغادي نخلط. نضيف حبيبات الشوكولاط تقريبا جوج ملاعق كبار، وغادي نضيف الدقيق تدريجيا ونخلط. كنبقى نخلط. كتكون عندي واحد العجينه رطبه، يعني تكون مازال كتلصق في اليدين. ها هو العجين ديالي، كنحصل على عجين على هذا الشكل هذا، يعني كيكون مازال يلصق في اليدين. المهم ديروا هاد العبار اللي عطيتكم، جوج كيسان ونص ديال الدقيق درتها كامله. دابا غادي نغطيه ببلاستيك الغذائي وندخل الثلاجه ترتاح واحد المده ديال 30 دقيقه تقريبا، وحتى تقدروا تخلوها حتى يوم كامل ماشي مشكل. غير من بعد غادي تقصح لكم هاد الزبده اللي كتكون فيها، تخرجوها يعني دغيا غادي ترطب وتشكلوا لي كوكيز ديالكم. سينو تقدروا توجدوهم يعني في نفس الوقت، ما كاين حتى مشكل. انا غنخليهم يرتاحوا واحد شويه ومن بعد نكملوا الطريقه ديالي. من بعد ما ارتاح شويه دابا غادي نشكل كويرات صغيره ونديرهم في لاطا ديال الفرن. كما كتشوفوا الاجين ديالي شويه كتلصق، يعني كنحاول ما امكن شكلها. ممكن نشكل كويرات بهذا الشكل وكنستمر حتى كنعمر لاطا ديالي. ها هما قطع الكوكيز ديالي، يعني من بعد ما شكلتهم بسطتهم هكا شويه بيدي، ومن بعد غادي نزينهم، غادي نضيف لهم مازال شويه ديال حبيبات الشوكولاط على هذا الشكل باش يبانو. وغادي نزينهم حتى بهذا الشوكولاط هذا،
يعني تقدروا تختاروا اي نوع من الشوكولا اللي عندكم، وتقدروا تزينوهم كذلك بلي بونبون بحال دوك لي سويتيز الملونين حتى هما. يعني الاطفال يعني كيعجبهم بحال هاد الشيء، يعني من الاحسن تكونوا صنعتوهم في البيت ولا يكونوا مشريين غير باش تنوعوا ليهم شويه. وصافي كندخلهم الفرن درجه حراره متوسطه، كنخليهم غير شويه واحد المده ديال 10 دقائق تقريبا حتى 15 دقيقه وكنزولوهم. غادي نستمر في هذا التزيين، هذا نضيف حبات ديال الشوكولاط ومن بعد ندخلهم الفرن. ها هما لي كوكيز من بعد ما طابو، كيجيو رائعين بزاف وبمذاق خاص جدا، مذاق البخاليني. كيجيو زوينين، كنتمنى تجربوهم ان شاء الله، ومتأكدة انهم غادي يعجبوكم وغادي يعجبو وليداتكم. وما تبخلوش عليا بلي جيم ديالكم وبتعليقاتكم اللي كتشجعني دائما، وكنشكركم بزاف على المتابعة ديالكم، والى لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.